انتهت أمس فترة العمل بالقرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا في شهري يوليو وأغسطس لهذا العام. وقال سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن نسبة الالتزام المنشآت تجاوزت 98.5% إثر إشراف الوزارة على تطبيقه وقيام مفتشي الوزارة بأكثر من 10,200 زيارة طيلة فترة الحظر التي انتهت يوم أمس الجمعة. وسجلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال حملة التفتيش والإشراف على تنفيذ القرار 154 مخالفة، فيما بلغ عدد العمال المخالفين 319 عاملا فقط، بينما خلت 10,100 منشأة من أي مخالفات والتزمت تماما بتنفيذ القرار. وأشاد حميدان بالتزام النسبة العظمى من المؤسسات والشركات بالقرار، بما يعكس اهتمام الجميع بجعل بيئة العمل في مملكة البحرين من أعلى الدول التزاما بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وصحة القوى العاملة وحمايتها من مخاطر العمل خاصة في هذه الفترة من العام. سنة نتائج يعني وصلت إلى رقم متميز وهو 98.5، وعدد الزيارات التفتيشية وصلت تقريبا إلى 10,237 زيارة تفتيشية. وجدنا أن 154 منشأة هي فقط التي يعني عليها مخالفات، وعدد العمال فيها لا يتجاوز 319 عامل، وهذه النسبة بالنسبة لنا يعني مقبولة، وهي دل على شيء، دل على نسبة التزام القطاع الخاص بهذا القرار اللي احنا يعني نعول عليه كثيرا. هو قرار رحماني إنساني يحافظ على العامل ويقوي العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل، خاصة في ظروف اللي تمر عليه في الصيف، يعني وقت حظر العمل ظهيرة لم نختاره عبطا، بل بنى على مقاييس قوية نتيجة الإجهاد الحراري وضربات الشمس. ووزارة الصحة مشكورة يعني كانت معنا أول بأول في توصيل النتائج الطيبة لنا بالنسبة عن ضربات الشمس أو التعرض للانهاك الحراري، والله الحمد يعني هاي النتيجة احنا راضين بها الحمد لله.